مشاهدينا أسعد الله أوقاتكم، إليكم ملخص للأحوال الجوية المتوقعة. أجواء حارة بامتياز وجافة أيضا، كذلك درجات الحرارة أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة بشكل واضح وملموس، لكن الأجواء تقريبا معتدلة ليلا. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط الجوية التي تمثل درجات الحرارة نلاحظ أن المملكة ستبقى اليوم وخلال الأيام القليلة القادمة تحت تأثير كتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة، وبالتالي تبقي درجات الحرارة أعلى من معدلاتها. هذا اللون الأحمر الغامق يمثل درجات الحرارة الأعلى، والفاتح يمثل درجات الحرارة الأقل نسبيا، لكن بشكل عام هي كتلة هوائية حارة نسبيا إلى حارة يبقى تأثيرها على المملكة خلال الأيام القليلة القادمة. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء معتدلة، درجات الحرارة الصغرى المتوقعة أو درجة الحرارة الصغرى المتوقعة في عمان 21 درجة مئوية، أعلى من معدلاتها ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية، طبعا مع ظهور بعض السحب على ارتفاعات مختلفة. غدا الأحد ارتفاع آخر قليل على درجات الحرارة، أجواء حارة نسبيا إلى حارة، العظمى المتوقعة في عمان 33 درجة مئوية، أعلى من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة ما بين 4 إلى 6 درجات مئوية. كذلك تتراوح درجات الحرارة العظمى حسب المنطقة في عمان، سواء كانت الغربية أو الشرقية، تتراوح العظمى ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية. إذن أجواء حارة نسبيا إلى حارة، لكن بالليل أجواء معتدلة، والصغرى المتوقعة 21 درجة مئوية. أيضا يوم الاثنين الأجواء مشابهة، درجة الحرارة العظمى المتوقعة في عمان ما بين 33 إلى 35 درجة مئوية، أعلى من معدلاتها ما بين 5 إلى 7 درجات مئوية، وأيضا أجواء معتدلة ليلا، ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة 20 درجة مئوية. الثلاثاء انخفاض قليل على درجات الحرارة مع بقاء الأجواء حارة نسبيا، والحرارة العظمى المتوقعة يوم الثلاثاء 32-33، بينما الصغرى أجواء معتدلة ليلا والصغرى المتوقعة 19 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية أو إربد 36-22، عجلون 35-21، جرش 38-24، المفرق 37-22 درجة مئوية. المنطقة الوسطى البلقاء 34-21، مأدبة 34-21، عمان تتراوح ما بين 33 إلى 35 العظمى والصغرى 21 درجة مئوية، البحر الميت 42 إلى 28، والزرقاء 38 إلى 28 درجة مئوية. المناطق الجنوبية أيضا أجواء حارة نسبيا إلى حارة، الكرك 33-22، الطفيلة 31-21، الشراح 27-19، وإمعان 33 إلى 22 درجة مئوية، والعقبة والأغوار طبعا أجواء حارة إلى حارة جدا، العظمى المتوقعة في العقبة 39 إلى 27 درجة مئوية. الأحوال الجوية المتوقعة في المناطق الشرقية أجواء حارة بامتياز أثناء النهار، حارة نسبيا بالليل، أزرق 39-24، الصفاوي 38-24، والرويشد 38 إلى 24 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، ليدرز سنتر، كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.